أحلام الشامسي النجمة الإماراتية يبدو أنها قررت عدم الانتظار لانتهاء إجازتها الصيفية من أجل الكشف عن مفاجآتها الفنية الجديدة. وكشفت من باريس هذه المرة عن تحضيرها لألبوم جديد باللهجة العراقية، بالإضافة إلى مفاجآت فنية أخرى بعد العودة من الإجازة. وكشفت الفنانة أحلام عن مفاجأة كبيرة لجمهورها العراقي تحديداً، وذلك خلال تواجدها مع عدد من صديقاتها العراقيات في فرنسا أثناء تواجدها لقضاء إجازتها الصيفية في باريس. وقالت أحلام في مقطع الفيديو أنها تجهز لألبوم جديد باللهجة العراقية، وقالت: تاج راس العراقي، عز وفخر العرب. احنا القمر هنا والروح الحلوه والطيبه. احلى احلى صدفه، احلى صدفه وياله وياي وياكم جميعا. ايش تقولي للعراق؟ تاج راسي العراق، حبيبه قلبي، عز وفخر العرب. الله يخليك ان شاء الله، طول عمرك. اسمعوا البومي الجديد وفي مفاجاه حلوه للعراق. الله، عراق صدق؟ تغني العراقي؟ راح انزل البوم عراقي على الشهر الجاي. والله جاهز جاهز. اميزنج. شاهد مفاجاتها تحفه تحفه، ما شاء الله عليك. واستانست والله، شكرا والله، شكرا والله. حلو، احلى صدفه، احلى صدفه. يلا بعيوني، انجوي. أعلنت الفنانة أحلام عن موعد عودتها لمواصلة نشاطها الفني، وقالت أنها ستطرح ألبومها العراقي الجديد في الشهر المقبل، وأكدت أن الألبوم أصبح جاهزا للطرح كما شاهدنا. واحتفل جمهور أحلام العراقي بمفاجأتها الكبيرة لهم، وكذلك جمهور أحلام الذين احتفلوا بإعلانها موعد عودتها للغناء ولنشاطها الفني. في المقابل أيضا سنتابع مجموعة من التغريدات والتعليقات التي جاءت حول الإفصاح الذي تحدثت عنه أحلام حول الأغاني القادمة باللهجة العراقية، واخترنا لكم جانبا من تلك التعليقات. والبداية مع تعليق لابتسام. تقول ابتسام في تعليقها: فدوى شقد احبها احلام، طيبه وعلى نيتها وتحب العراقيين وقلبها ابيض. اما المتنمرين اللي ما عاجبهم كل شيء ومسوين نفسهم ملائكه، احب اقول لكم انقلعوا وموتوا بقهركم، الملكه حتغني عراقي. تعليق آخر من ليلى تقول: تحية من العراق للفنانة أحلام، برغم التنمر والهجوم الكبير من الناس الفارغين اللي ما عندهم غير الانتقاد، نحب نقول لك يا أحلام القافلة تسير وإحنا نحبك كثير، وننتظر الألبوم بالعراقي حتى نسمع الأغاني بصوتك الحلو يا أم فاهد. هناك أيضا مداخلة وتعليق من مراسي الظلام. مراسي الظلام أحس اسم رواية. تقول مراسي الظلام: الفنانة أحلام كل ما ينزل سوقها وما تحس أنه نجمها بدأ ينزل تتوجه للأغاني العراقية حتى ترجع تلمع، لأن الجمهور العراقي يصعد وينزل بكيفه، مثل عباس أبو المولدة الجوزة يما، ينزل من يريد ويطفي الضوء على المطرب ويخليها ظلمة. أيضا مداخلة من حلاهن. حلاهن تقول: أحلام شخبر ال91 حقيبة اللي جبتيهم من إسبانيا؟ منا منا فد هدية، مو إحنا جمهورك العراقي هبنستاهل. أكيد نتشاقة أغانيك بالعراقي، أحلى هدية، وصوتك العذب أحلى هدية، وربي يحفظك. هذه مداخلة من سرور. تقول: أم فاهد مقضيتها كلها بإسبانيا وفرنسا ولا تقعد، كلها بطيارتها الخاصة، شنو هاي الرفاهية؟ تقرأ مليون واحنا سايبه ممحصلين. بس هو هم صدق، شان صرت مطرب وحصلت على كل اللي اريده، بس خليني اشتغل عماله احسن، ولا هالعيشه مالت المطربين اللي يوميا سفر وتعب وارهاق، اني ارجع من الشغل انام وخلاص.